رامي خريج من تكنولوجيا برمجة الحاسوب، يحمل شهادة بتكنولوجيا برمجة الحاسوب. انتهى به الحال بعد تصميم منزل ذكي إلى بياع إكسسوارات على الرصيف للأسف. السلام عليكم وحياكم الله، شلونك اخوي رامي؟ هلا مرحبا. سولف لي بسرعة. سولف، احكي لك انا معاناة. اي يعني خريج تكنولوجيا برمجة حاسوب. برمجة حاسوب. 18 سنة دراسة طريقة، هذا حان من ساعات وصاحب هذا الكريت. كريت المتخرجين. اي صممنا مشاريع كلش ذكية وحلوة. وجونا أكثر من قناة التقت بينا، وقدمهم الدكتور حسين رئيس قسم المهندسين ببغداد، التقى بينا في محافظة الناصرية، قدم لنا دعوة إلى بغداد، زين شاركنا هنا معرض بغداد في دارة الشمال، صممنا ضمن تصميمات تصميم بيت ذكي. هذا البيت الذكي شنو اللي يعني اختراعك أو تصميمك؟ تصميمي أنا صممته بنفسي، بعد البداية بهذا الشيء، يعني تصميم كلش حلو. شنو البيت الذكي؟ يحتوي على درجات أجل أكثر من جهاز، أحتوى أكثر من حساس العفو. زين. من ضمن الحساس مثل جي اس ام تحديد موقع. اي. السي ام مكان او فشان هيجي. اي. وفي بعد أكثر من قطر يعني إذا ارتفعت مثل درجة الحرارة. اي. يشغل لك مثل سباك طبيعي يعني. زين. إذا قلت درجة الحرارة. اي. يشغل لك مثل تدفئة. زين. تحديد درجة الحرارة يعني مثلا حصول ذاتي تدفئة أو الخل هو يتحكم تحكم ذاتي. أي شيء يصير بمنزل يدزك مسج. يصير على التليفون اي تقدر على التليفون زين يصير مثل حريق او فشل بدل ما مثل نادي هذه ما قدمتها للسياسيين الموجودين المسؤولين الموجودين دقيت ابوابهم لو لا لا والله ما دقيت ابواب شخص بس انا قدمت اكثر من مره قدمت يعني بحيث انا حلاوه بشمول كل دوائر الحكوميه والاهليه انت المفروض مفروض يعني ما اوقف عند حد شهادته شويه عاليه اها يعني شكرا جزيلا تكنولوجيا شنو؟ تكنولوجيا برمجة حاسوب تحياتي سلامي لك نموذج واحد من الاف تحياتي سلامي لك